عبر الهاتف ينضم إلينا رفيق درب الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا. معنا عبر الهاتف الآن الفنان الكبير سعد الفرج. مساك الله بالخير أستاذ سعد. مساك الله بالخير. هلا يبا الله بالخير. يا هلا نورتنا الله يحييك. وعلى ضيوفك على مشاهدي الام بي سي. الله يحييك يبقيك. أستاذ سعد، يعني دائما هذا هو السؤال الحائر اللي ودنا نعرف إجابته، وراكم ابتعدتم عن بعض طول هالفترة؟ والله إذا ابتعدنا بأعمالنا، ولكن احنا مع بعض قلوبنا واحدة، سواء عملنا مع بعض أو ما عملنا. يعني عبد الحسين رفيق درب ورفيق عمر وصديق عمر، فسواء اشتغلنا مع بعض أو من انقطع ونرجع، رجعنا في سوق المطاصيص ورجعنا في هذا سيفو بين فترة وفترة، ولكن أبو عدنان له خط وأنا لي خط في هالمجال يعني. لكن أنا في هالمناسبة أقول يعني على ذكرى أبو عدنان، إن سنة مرت ولكن أبو عدنان غاب بس بالجسد، أكيد، لكن بالروح معانا ومعاه إحنا. وأنا أحب يعني أبعث له التهنئة بهذا الحب الناس. يعني الحب اللي يتمتع فيه أبو عدنان حب الناس. يعني وحب الناس لا ما جاء من فراغ، حب الناس جاء لأن جسد الروح الخليجية وجسد الكاركتر الخليجي وعالج القضايا الخليجية لمدة 50 عام وهو يتناول هذه المواضيع. يعني أدخل البسمة في كل بيوت الخليج. نعم. والعالم العربي حتى. أستاذ سعد، بعد مرور سنة يعني بعد هذا الفراق، هل أنت ندمان أنه أنتوا افترقتوا وهو لما كان على قيد الحياة، وأنه هذا الثنائي ما كمل وما قدم أعمال أكثر؟ لا بالعكس، أنا سعيد وأنا مبسوط وأنا راضي عن أن افترقنا، لأن لو لم نفترق لوجدت عمل أبو عدنان وعمل سعد الفرج خط واحد. لكن احنا لما كل مشى في خط، يعني زودنا الساحة الفنية في لونين من ألوان المسرح. لأن خط ولون أبو عدنان لا يقدر عليه غير أبو عدنان.